الحاجة أم الاختراع هناك في الدول التي تسعى لخدمة شعوبها، والحاجة أم الفساد والاستغلال هنا من قبل ضعاف النفوس من مروجي ومستلمي معاملات التعويضات للشهداء والجرحى وغيرها من التعويضات. مراجعو هذه الدوائر عبروا عن استيائهم لما يواجهوه من ابتزاز ومساومة واستغلال وروتين قاتل. صارت عنده مشاكل في التعويضات، المصايب والهول. ليش؟ لأن هناك مافيات، هناك عصابات، هناك ناس تساوم، هناك ناس ماكو متابعة، ذيش المتابع من بعض المسؤولين مع الأسف. حقيقة احنا مرينا في التعويضات في محافظة صلاح الدين، ملينا من الروتين، ملينا من المساومات، ملينا من المشاكل. لا هناك موظف قليل انه معدودين بالأصابع يشتغل لخدمة التعويضات مع الأسف أقوله. يعني ونراجع الدوائر القانونية، يعني ما خلنا كتاب ما جبناه، وصار لنا من 2014 لهذا اليوم، شنو السبب؟ يعني لحد الآن ما سلمونا تعاويضنا، ما طلعوا شافوا الإجراءات مالتنا، ولحد الآن التخريب مستمر علينا. يعني شلون؟ نلزم واسطات، ندور ناس يعني النزيه ويمشي صحيح وعدل، ما يمشون لمعاملته، واللي يدور منا ومنا يمشون معاملته وراحت يصير، يعني الله يقبل. المسؤولون في هذه الدوائر ومن خلال تشخيصهم للحالات التي مرت بهم أكدوا أن تكليف المواطن للمعاقب أو المحامي هو السبب الرئيسي في استغلاله، فمعاملات التعويض حسب رأيهم لا تحتاج لا إلى هذا ولا إلى ذاك، وأن سبب التأخير في إنجاز المعاملات هو التدقيق من قبل الجهات المختصة لا غير. احنا دائما نحكي ويا المواطنين انه ما نحتاج لا معقب ولا نحتاج محامي، لان هي معاملة يعني اجراءاتها بسيطة ما بيها تعقيدات، فاحنا ما نحتاج المحامين ولا نحتاج المعقبين. ودائما نوصي المواطنين انه اصحاب العلاقة هم اللي يراجعون اللجان لترويج معاملاتهم. اللي دي يصير اكو بعض المعقبين وبعض المحامين يروجون المعاملات ويحكون باسم المؤسسة انه مؤسسة شهداء او اللجان الفرعية هم اللي ياخذون نسب من المعاملات الشهداء والجرحى والممتلكات. التأخير دي يصير بسبب التدقيق المعاملات. احنا ما نقبل انه يتساوى الشهيد ويا الجلاد. استغلال حاجة المواطن وتعبه من تعقيدات روتين المراجعات للدوائر الرسمية ظاهرة تفشت وانتشرت بشكل يبحث عمن يضع حدا ملموسا وواقعيا لها. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.